السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هناخدكم كده في جولة في شوارع الغردقة. احنا دلوقتي في السقالة. الغردقة بتنقسم لعدة اماكن. اول مكان كده بقول لكم عليه دلوقتي احنا ماشيين في السقالة. احنا داخلين دلوقتي على ميدان اكا، تمام، اللي هو المثلث اللي قدامكم ده. على الشمال كده الهاي جيت، اوكي، المبنى اللي هو البرتقاني ده، ده ميدان اكا. لسه احنا دلوقتي في السقاله اهو. على ايدك الشمال كده فرق الامن، الامن المركزي اهو. لسه مازلنا في السقاله عشان لو حد بقى حب بيجي الغردقه يستكشفها كده يبقى عارف الاماكن اللي هيمشي فيها، تبقى مرجع ليه بقى يتفرج على الفيديو ده ان شاء الله. بصوا كده المبنى اللي على الشمال ده الامن المركزي. احنا دلوقتي داخلين على الجامع القطري، مسجد في الغردقه في السقاله اهو. اللي على ايدك اليمين ده، ده الجامع القطري او المسجد القطري. احنا دلوقتي داخلين بقى على ممشى النصر اللي على ايدك الشمال دي اللي فيها التندات. هنرجع لكم كده شويه بالعربيه اهو عشان اوريك الممشى من جوه. دي ممشى النصر، هي ممشى كده وسط الطريق في منتصف الطريق، تمام. احنا دلوقتي ما زلنا لسه في شارع النصر. هاخد لكم دلوقتي شارع النصر من اوله لحد نهايته ان شاء الله اهو. احنا دلوقتي في ممشى النصر. ممشى النصر دي اللي على ايدك الشمال، كل ده شارع ايه النصر. هقول لك كده الحياد في نهايته اهو. على ايدك اليمين كده مستشفى البحر الاحمر، تمام. لسه ما زلنا اهو ماشيين في شارع النصر. دلوقتي هوريكم سبنس، لو انت عايزه تروحي تجيبي طلبات من هايبر ولا حاجه، او السبنس والسبنس على ايدك الشمال المبنى البرتقاني اللي هو اول دور ده، انا هركز لك عليه. ايوه هو ده، ده سبنس الدور الارضي، سوبر ماركت كبير، تمام. طب يلا بقى نكمل. احنا مازلنا لسه في شارع النصر. دلوقتي بقى احنا دخلنا الدهار، رايحين عند كشري التحرير. بصي بقى بيك سربرايز، مفاجأة كبيرة جدا. كشري التحرير فتح في الغردقة لسه الشهر ده، جنبي مفيش مشكلة، اللي في الدهار اهو. كشري التحرير تحفه جدا، النظافه ما بعدها نظافه. يعني انا النهارده وانا بجيب كشري التحرير كنت حاسه ان انا في القاهره اهو. حلو قوي قوي، ان شاء الله اعمل لكم ريفيو كده اصور لكم من جوه. بصوا بقى موتوسيكلات الدليفري جميله جدا، ما تحتاريش بقى. يلا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.